عايش بالعراق مو؟ عايش ببغداد. بسعدون بغداد فيها طاقة، فيها حياة، رغم انه هذا الدمار اللي يفوت فيها. اذا صار انفجار بعد 10 دقائق راح تشوفين الناس يجون ويمشون ويفوتون من يمن الانفجار بدون يعني بدون خوف بدون اي شيء. هذا الشيء انه اللي هو خلى بغداد تبقى صامدة تبقى عايشة. قال لي انت ليش تسوي افلام؟ قلت له انا جاي ادور عن الحقيقة، اكتشاف الذات. وانت كل ما تصنع فيلم تكتشف اشياء بحياتك جديدة. بينك وبين نفسك دائما قول انا جاي اتعلم. دائما خليك تلميذ. لو انت راح تسوي افلام بس ما راح تتطور، راح تظل بس صانع وبس.